صفحات التاريخ، نقرأ تفاصيل التقارب الاستثنائي، نراه اليوم واقعاً متجسداً في حاضرنا، نتلمس معالم الحكمة في فكر قادة آمنوا بمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة في وطنين شقيقين، الإمارات وعمان. حروف، أسماء ارتبطت بمعاني السلام والتعايش والاستقرار، ارتبطت بمعاني الرؤى الثاقبة والخطط والاستراتيجيات الساعية إلى أوطان استثنائية حظيت باحترام العالم بأسره. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في تغطيتنا الخاصة لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان الشقيقة، زيارة ستتوج بلقاء صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ومباحثات تسعى إلى تعزيز أواصر العلاقات الضاربة في جذور التاريخ. مشاهدينا الكرام، تتسم العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بروابط قوية ودافئة نسجت خيوطها وأرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأخيه السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، حتى انعكست أواصر هذه العلاقات رفاهية في حياة الشعبين الشقيقين. المزيد في هذا التقرير. هاي بلادكم الثانية، هاي الأولى. الله يجزيك خير. دون الحاجة إلى جواز سفر أو تأشيرة دخول ومن خلال الهوية الشخصية فقط، يتنقل المواطنون الإماراتيون والعمانيون على الحدود بين الدولة والسلطنة. هذه إحدى ثمار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين. والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع أخيه السلطان قابوس بن سعيد. وبذلك تكون الإمارات وعمان أول دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقة لتنقل مواطني البلدين منذ العام 1993، وقد أخذ به وعمم في إطار مجلس التعاون الخليجي في عام 1999. يعود اللقاء الأول بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والمغفور له السلطان قابوس إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات وقبل تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في 23 من يوليو عام 1970، حيث التقيا في العام 1968، ومنذ ذلك التاريخ ارتبط الزعيمان بعلاقة صداقة وأخوة ظهرت نتائجها في تطور العلاقات بين البلدين بعد تولي السلطان قابوس الحكم وقيام دولة الإمارات. عام 1991 شهد بيت بهجة الأنظار العامر بولاية صحار بسلطنة عمان زيارة تاريخية للشيخ زايد، حيث كانت مراسم توقيع اتفاقية الحدود التي وصفها سموه بأنها ستضيف لبنة جديدة في الصرح الشامخ للعلاقات الأخوية الوثيقة.
تشكلت على إثر تلك الزيارة اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان، والتي عقدت عشرات الاجتماعات في أبوظبي ومسقط، وحققت خلالها إنجازات مهمة، أبرزها إنشاء شركة عمان والإمارات للاستثمار وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الموحد، وصدر عنها العديد من القرارات التي ساهمت في تعزيز العلاقة بين أبوظبي ومسقط. تعددت زيارات السلطان قابوس إلى الإمارات، من بينها زيارته للدولة عام 1998، وكانت الزيارة التاسعة التي قام بها السلطان قابوس لدولة الإمارات منذ مطلع الثمانينيات. الزيارات المتبادلة بين القادة الحكماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ساهمت في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث أصبحت سلطنة عمان ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأصبحت هذه اللقاءات بين قادة البلدين غرساً مباركاً أصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين. مشاهدينا الكرام، وضمن تغطيتنا المستمرة والمباشرة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان الشقيقة، ننقل لكم فعاليات الزيارات عبر شبكة مراسلين الزملاء في أبوظبي والزملاء في سلطنة عمان. نرحب بكم جميعا الزملاء والزميلات. محمد السلومي من أمام قصر العلم، أهلا بك. والزميل أحمد الطنيجي من أمام بوابة مسقط، وهبة الصقري من دار الأوبرا. أرحب بكم من جديد، وسأبدأ مع الزميل محمد السلومي. أهلا بك محمد، حدثنا أكثر عن الاستعدادات الأخيرة وأبرز الملفات المطروحة، ما تسمعونه الآن. نعم أميرة، من ساحة قصر العلم أو من أمام قصر العلم، حيث الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال ضيف البلاد الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ولقائه مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان. من أمام هذا القصر الذي تشاهدونه الآن، قصر العلم الذي سيجمع القادة، قادة كل من دولة الإمارات وقيادة سلطنة عمان للمباحثات، ولقاء أخويا يعتبر من الطراز الرفيع. هناك استقبالات حاليا تجرى لاستقبال ضيف البلاد الكبير، هذا القصر الذي سيشهد مع وفد رفيع المستوى. أيضا متوقع توقيع مجموعة من المذكرات التفاهم، وأيضا الاتفاقيات المتعلقة ب التجارية وأيضا الاستثمارية وأيضا الطاقة والبيئة وجميع الملفات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والبناء لكلا البلدين. على الجانب الآخر هنا من ساحة العلم، كما نرى استعدادات للمدفعية، هذه المدفعية التي ستطلق 21 طلقة احتفاء بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد الكبير إلى سلطنة عمان. ها هي الفرقة الموسيقية، أيضا الفرقة العسكرية، أيضا هنا في هذه الساحة الكبيرة التي سوف تكون خلال الساعات القادمة مكانا للاحتفاء والاحتفال بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى سلطنة عمان الشقيقة. الملفات ربما تدور أكثرها بالمجمل حول الأمور أو المباحثات، الاتفاقيات الاقتصادية الاستثمارية التجارية، العديد من طبعا وفد رفيع المستوى سوف يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى زيارته هنا في العاصمة العمانية مسقط.
ستشهد طبعا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة مستوى وحجم التبادل والتعاون ورفع مستوى التعاون لكلا البلدين ودفعها إلى مستويات أعلى، شراكة على أعلى المستويات. ربما هنا أشير بالأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري من عام 2012 إلى عام 2000 أو نهاية عام 2021 وصل إلى قرابة 45 مليار درهم، وطبعا هذا الرقم هو سنة عن سنة في ازدياد كبير، وهذا إن دل فإنما يدل على هناك رغبة حقيقية لدى قيادة البلدين لزيادة مستوى التعاون وتفعيل أيضا الشراكات القائمة ودفعها إلى الأمام لصالح جميع شعوب المنطقة. هنا أيضا أقف عند المجالات التعاون الأخرى وأيضا مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اليوم الإمارات وعمان دولتان متجاورتان جغرافيا وذات أهمية كبيرة وضمن نطاق مجلس التعاون الخليجي. التشاور لابد منه طبعا في عديد من الملفات والقضايا التي تهم الأمن والسلم في المنطقة. طبعا هناك ملفات أخرى فيما يتعلق بالتغير المناخي، ملفات الطاقة، البيئة، لابد أن هذه الملفات سوف تكون محور اهتمام لدى قيادتي البلدين. هنا ترقب واهتمام، هنا ترحيب رفيع الترحيب عالي المستوى لوصول أو سوف يصل خلال الساعات القادمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى العاصمة العمانية مسقط. هنا احتفاء كبير، أعلام الإمارات والسلطنة ترفرف في جميع شوارع العاصمة العمانية مسقط وفي جميع محافظات السلطنة احتفاء بقدوم ضيف البلاد الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هنا أجواء جميلة، أجواء مفعمة بالفخامة والترتيب. أيضا هناك سوف تكون عروض للخيالة وعروض عسكرية وفرق الفنون الشعبية والأهازيج الشعبية التي سوف تصدح في كل أرجاء محافظة مسقط. إذن هذه أبرز الاستعدادات، هذه أبرز الصورة الأخيرة الحالية هنا في ساحة العلم، ساحة استقبال أو الاستقبال الرسمي الذي سوف يجرى لضيف البلاد الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. لا شك أننا سوف نعود خلال الفترة المقبلة إليكم لننقل الصورة أولا بأول ومن خلال شبكة المراسلين المتواجدين حاليا في كل أنحاء مسقط. نعم أميرة، كل الشكر لك محمد على هذه التفاصيل، الاستعدادات لهذه الزيارة المميزة. وطبعا مثل ما ذكرت سنواصل معكم ومع شبكة مراسلينا خلال ساعات التغطية القادمة بإذن الله. ومن محمد سأنتقل إلى بوابة مسقط والزميل أحمد الطنيجي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني نريد أن نتحدث أحمد عن الجانب الثقافي، هذا الجانب المشترك الذي لطالما تحدثنا عنه، العلاقات الطيبة الإماراتية العمانية، كيف تراها بوجودك الآن وحضورك هناك في عمان، كيف تقرأها؟ نعم زميلة أميرة، أحييك وأحيي كل من يتابعنا في هذه التغطية المباشرة هنا من أمام بوابة مسقط. عندما نتحدث عن رائحة التاريخ التي تفوح من المكان فنحن نتحدث عن تاريخ قديم وضارب في القدم وضارب في التاريخ، نتحدث عن ثقافة، مضامين مختلفة. هذه البوابة التي يلج إليها القادمون هنا في إلى مسقط القديمة الإدارية والتي تضم معظم المتاحف وصولا إلى سوق مطرح القديم وامتداد كورنيش مطرح القديم. طبعا عندما نتحدث أميرة عن سؤالك فيما يتعلق بالجوانب الثقافية المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، فنحن نتحدث عن محور أساس ومهم وهو ما ساهم في دفع عملية المشتركة بين الشعبين الشقيقين قبل أن تكون حتى على مستوى العلاقات الدبلوماسية.
نتحدث عن موروث ثقافي مشترك، هناك قبائل مشتركة بين الدولتين قد تكون الأكثر عالميا في تداخل القبائل، وبالتالي ثقافة واحدة، ثقافة مشتركة لا تختلف كثيرا. وبالتأكيد يعني عندما نتحدث عن هذه الثقافة المشتركة فهناك تنسيق للكثير من جوانب التنسيق في عملية تأكيد الجوانب الثقافية المشتركة. على سبيل المثال أميرة، يعني دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، وسبيلا للحفاظ على الموروث الثقافي المتوارث بين الشعبين سعوا من خلال اليونسكو إلى توثيق العديد من الفنون غير المادية ومنها فن العيالة ليكون فنا مشتركا. بالتالي هي صورة واضحة لتداخل هذا الموروث، ومن خلال أرشفته كموروث ثقافي بالتالي من خلاله نستطيع الحفاظ على هذا الموروث وصيانته وحمايته للأجيال القادمة. هناك تجليات ثقافية مختلفة متعددة بين الشعبين ساهمت في ذلك. نرى أميرة يعني نعم سنعود إليك بكل تأكيد طنيجي خلال هذه التغطية، وسنتحدث معك أكثر ونقرأ معك أكثر هذه التجليات الثقافية المختلفة التي نراها في سلطنة عمان الشقيقة. أما الآن سأنتقل إلى هبة الصقري من دار الأوبرا. حدثينا هبة عن ما ترينه من مراسم، من بروتوكولات تحضيرا لزيارة دولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم أميرة، يا هلا ومرحبا بك. أنقل إليكم حركة المراسم هنا في دار الأوبرا السلطانية، أحد المعالم المهمة التي لربما يتم زيارتها من قبل صاحب السمو ورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد رعاه الله. لذلك هنا بتشهد المراسم دقة، لأن المراسم البروتوكولية لها تاريخ ولها أهميتها بين قادة الدول. لذلك المراسم هنا والتجهيزات على قدم وساق، وبالعادة في تحضيرات للمراسم يتم إغلاق بعض الطرق تجهيزا للحراسة والخيالة هنا لمواكبة مراسم والسيارات الدولية وسيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. لذلك دار الأوبرا هنا تتجهز لزيارة الزائر والمضيف، أيضا لتبادل العلاقات الثقافية والتراثية أيضا. سنتابع بكل تأكيد كما ذكرت مع شبكة مراسلين من أبوظبي ومن سلطنة عمان تفاصيل هذه الزيارة التاريخية. مشاهدينا الكرام، وضمن تغطيتنا المستمرة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نرحب معنا بضيوفنا اليوم. وضيفي في الاستوديو معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، اهلا وسهلا بك معنا. اهلا وسهلا. وايضا عبر مايكروسوفت تيمز ينضم الينا من العاصمه ابو ظبي الشيخ فاهم القاسمي الامين الاسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اهلا وسهلا بك معنا. بداية سأبدأ معك شيخ فاهم، ونتحدث في هذه الزيارة زيارة دولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن الرؤى المشتركة بين البلدين في شأن القضايا الإقليمية والدولية، وكيف تساهم في إحداث زيادة التقارب الخليجي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأولا أحب أن أمسي على الأخوة معالي الأخ أحمد جروان معكم في الأستوديو وعلى كل من يشاهدنا في هذه الساعة. ما في شك أنه هذه زيارة صاحب السمو الشيخ محمد زايد إلى سلطنة عمان هي زيارة أخ لبلده ولشقيقه السلطان هيثم. ما يجمع أولا القيادتين، ما يجمع الشعبين والبلدين من أواصر مشتركة عبر التاريخ شيء يعني لا يخفى على أحد. منذ القدم الحقيقة كانت العلاقات ممتازة وطيبة، تراث مشترك، تاريخ مشترك،
علاقات اجتماعية، قبائل مازجة، أبناء عمومة. فالإماراتي لما يزور عمان ما يحس أنه في بلد آخر، يحس كأنه في بلده، وكذلك تحصل القادم من الإمارات. لذلك هذه الزيارة الحقيقة تأتي بما حملته معها من يعني بداية أخرى لمنظومة جديدة من العلاقات التي تؤطر العلاقات القائمة. مثل ما سمعنا أنه هناك ملفات كثيرة تتم مناقشتها، ما في شك أنه الوضع الآن يستدعي أن يكون في هناك أكثر تقارب وأكثر نشد أزرنا ببعض، لأنه نحن يعني من ضمن هذه المنظومة الخليجية محسودين على هذا التقارب وهذا التآخي. فهذه الزيارة تأتي لدعم هذا التوجه، وما في شك أنه تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. كما تعلمون كانت هناك لجنة عليا مشتركة تأسست من زمان أيام الشيخ زايد الله، نعم، سلطان قابوس. فهذه الحقيقة انطلقت منها عدة لجان، ونأمل إن شاء الله يكون تفعيل هذه اللجان ما في خير مصلحة الطرف بإذن الله. بإذن الله. طبعا هناك شيخ فاهم يعني زيارات رسمية سابقة خلال العقود الماضية من الزمن بين البلدين، كيف برأيك هذه الزيارات في الماضي تسهم وتنعكس في تقوية العلاقات في الوقت الحاضر وتحديد على هذه الزيارة؟ بطبيعة الحال كانت الزيارات حتى في الزمن الغابر كانت الانتقال عبر الجمال والسيارات، والآن طبعا مع السيارات الحديثة في خلال 4 ساعات يكون العماني موجود في أبوظبي، وكذلك الإماراتي يكون موجود في سلطنة عمان. ولكن طبعا ما في شك أن المستقبل في ما يتعلق بهذا التواصل وسرعة التواصل هو قطار الخليج اللي بيقضي المسافة ما بين أبوظبي وسلطنة عمان في خلال 2 ساعة. فهذا الشيء الحقيقة، وكذلك بالنسبة لنقل البضائع ستضاعف نقل البضائع إلى كل دول مجلس التعاون. فهذا التواصل يعني يتطور مع التكنولوجيا القادمة، وإن شاء الله يكون بعد أكثر وأسرع. نحن يعني نأمل كثير على هذه الزيارة أن تأخذ كذلك في الاعتبار مفهوم أنه دعم القطار الخليجي، لأنه فعلا سوف يسهم في زيادة التواصل بين دولنا. بإذن الله. نشكرك جزيل الشكر الشيخ فاهم القاسمي الأمين الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجودك معنا في هذه التغطية الخاصة، كل الشكر لك. أما الآن يا مشاهدينا الكرام أعود إلى ضيفي في الاستوديو معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. وكما ذكر الشيخ فاهم علاقات يعني ممتدة في جذور التاريخ، علاقات مبنية على المصير المشترك، تاريخ المشترك والمصير الواحد. كيف لك أن تعلق وتقول عن الطبيعة الاستثنائية لهذه العلاقة الإماراتية العمانية وما تفرضها معطيات التاريخ المشترك والمتقارب بين الشعبين والقيادتين؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم وتحية لسمو الشيخ فاهم القاسمي على الطرح المتميز الذي أدلى به. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من مؤسسي العلاقة الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان منذ العهد عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمة الله عليه والسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك استمرار العلاقة المتميزة في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد. العلاقة الإماراتية العمانية علاقة متميزة جدا ومتجذرة في الشعبين وفي القيادتين. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من خلال الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الشراكة واللحمة بين القيادتين والشعبين تلعب دور كبير جدا لما نبني لمستقبل
هاتين هذين البلدين المهمين في المنطقة، وأيضا للمنظور منظورنا ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم المحبة والسلام والتسامح في المنطقة والقضايا الإقليمية المتميزة جدا، وخصوصا من خلال العلاقة المتميزة التي تربط سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة والسلطان هيثم، تعطي دفعة أقوى للانطلاق وانطلاقة يعني إيجابية نحو استقرار في المنطقة ونحو رفاهية الشعوب، لا سيما من كثير من الملفات التي سوف يتم مناقشتها، ملفات اقتصادية، والاقتصادية معناها أنها يعني تؤسس لرفاهية الشعبين وتؤسس لمستقبل مشرق وواعد تعمل القيادتين عليه ويعمل الشعبين عليه كذلك. نعم بالفعل، دائما ننظر من خلال هذه العلاقات المتينة وهذه الزيارة رفيعة المستوى بكل تأكيد إلى المستقبل الواعد لأمن ورخاء الشعبين الإماراتي والعماني. وهنا نتحدث أيضا عن الرؤى المشتركة، الرؤى المشتركة بالتحديد عندما نتحدث عن القضايا الإقليمية والدولية. يعني معاليك، كيف ترى أهمية هذه الرؤى أن تكون متسقة مع بعضها البعض في القضايا المختلفة؟ جيد، الرؤية سيدتي الفاضلة، رؤية الأشقاء في عمان تنطبق مع رؤية القيادة الحكيمة والشعب الإماراتي في بناء منصات إيجابية ومنصات تعمل لمصلحة المنطقة بصورة عامة، من خلال نشر التعاون والعلاقات الإقليمية المتميزة والامتداد والانفتاح أيضا لشركائنا في المنطقة، خلينا نقول، أو شركائنا على مستوى العالم، لأن نبني للمستقبل، نبني لإيجابية العلاقات التي ممكن أن يكون مردودها على الجميع. كل دولة إن بدأت أن تعمل بمفردها قد تصل، وإن شاء الله أنها تصل، ولكن كلما اجتمعت بقوة استراتيجية وتحالفات قوية جدا تصل أسرع. صحيح. وتصل أبعد. لذلك رؤية القيادة الإماراتية والقيادة العمانية تعمل لأن تنطلق أسرع إلى ما يخدم الشعبين بصورة عامة. كذلك الشعب العماني والشعب الإماراتي مرتبطين ارتباط كامل في رؤية متحدة وفي علاقات متميزة وفيما يدعم أيضا الاستقرار في المنطقة بصورة عامة، خصوصا هناك ملفات مشتركة بين البلدين، وخصوصا إذا كنا نتكلم عن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أو المنظومة العربية أو المنظومة الدولية بصورة عامة. نعم بكل تأكيد، بالفعل هناك ملفات مشتركة وهناك ارتباط وثيق بين الشعبين في المجالات المختلفة وعلى الأصعدة المختلفة. لذلك نحن مستمرون معك معاليك، وننتقل لنتحدث عن المشاركة العمانية في أبرز الأحداث والفعاليات الإماراتية ترسم ملامح التعاون واكتشاف الفرص المستقبلية ومنصة لاستعراض الإمكانيات والمشاريع الواعدة من أرض السلطنة للعالم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. العلاقات الإماراتية العمانية نموذج فريد من الأخوة والشراكة والدعم المتواصل لتحقيق المكاسب والنجاحات المتبادلة. لذا تأتي مشاركة سلطنة عمان في أهم الأحداث والفعاليات على أرض دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المرجوة في مختلف القطاعات. ففي إكسبو 2020 دبي كانت المشاركة العمانية من خلال جناح صمم على شكل شجرة لبان تعبق بالروائح العطرية، جناح السلطنة الفائز بالجائزة الذهبية عن فئة محتوى وموضوعات الجناح ضمن جوائز تقييم الأجنحة الدولية المشاركة في إكسبو 2020. ولم تقتصر مشاركة سلطنة عمان على الجناح العماني فقط، وإنما تضمنت مجموعة من المبادرات والبرامج الدولية الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية، إلى جانب المشاركات المتخصصة في عدة مجالات بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية والتجارية.
المشاركة العمانية في المنتديات والملتقيات الاقتصادية في دولة الإمارات ترسم ملامح مستقبل الشراكة الإماراتية العمانية في واحد من أهم القطاعات، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري ويحفز تدفقات الاستثمار باعتبار سلطنة عمان شريكاً تجارياً واستثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات. المشاركة العمانية تجاوزت حدود المجالات الاقتصادية والتجارية لتصل لدعم القطاع السياحي من خلال معرض سوق السفر العربي الذي يعكس التزامها في الترويج لمشاريعها السياحية المستقبلية، فضلاً عن حرصها على المشاركة الفاعلة في المعارض التراثية من منطلق اهتمامها بالحفاظ على الموروث الأصيل في مختلف ألوانه. إذن كما نرى مشاهدينا الكرام وكما شاهدنا في هذه التقارير، العلاقات المشتركة في شتى الأصعدة والمجالات الاجتماعية الثقافية التجارية الاستثمارية وغيرها. وطبعا نذكركم أننا ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة عبر قنوات أبوظبي للإعلام لزيارة دولة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان الشقيقة. معاليك يعني وكما شاهدنا في هذه التقارير وشفنا يعني أوجه مختلفة لهذا التعاون، نريد أن نتحدث بالتحديد على التعاون الثقافي، التعاون الاجتماعي، وكيف يسهم ذلك في تعزيز أواصر المحبة، السلام، التعاون أكثر وأكثر بين الشعبين. أنا أشكرك على هذا السؤال، مهم جدا. في الواقع أواصر الأخوة والمحبة والاشتراك في الموروث الإماراتي العماني واحد، وهذا يعزز من لحمة البلدين ولحمة الشعبين ولحمة الرؤية. نجد يعني الموروث الإماراتي العماني المتطابق، إذا كنا نتكلم عن الفروسية أو عن الهجن أو عن العادات والتقاليد، هي كلها واحدة وكلها من منطلق واحد ومن أرضية واحدة، وهذا يعطي رسائل للجميع ورسائل للعالم بأن هذه يعني لحمة ثابتة ومتأصلة ومتجذرة منذ القدم، وتعطي هذه أيضا دفعة للأبناء في المستقبل يعني الأجيال القادمة بأن الشعبين شعبين ملتصقين في 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 قيم سابقة وفي عادات وتقاليد وموروث مشترك ورؤية مشتركة. القيادتين الحكيمتين الآن أيضا تعزز هذا المنظور وتعمل عليها من خلال الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لتعزيز الشراكة واللحمة مع الأشقاء والأخوة، خصوصا لا سيما إذا كنا نتكلم عن سلطنة عمان. نعم. فكل هذه المعطيات تدعم اللحمة وتدعم الشراكة بين البلدين الشقيقين، ويأتي أيضا دور الشعبين الذين يعني يعتبر الشعب واحد من خلال الزيارات ومن خلال التداخل في الأعمال التجارية والنسب والأهل، يعني هناك كثير من المعطيات التي لها دور مهم جدا بين 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 البلدين. بكل تأكيد، وهنا عندما نتحدث عن كل هذه العناصر المشتركة، كل هذه الرؤى، كل هذه اللي تقربنا اجتماعيا ثقافيا، تخلينا متشجعين أكثر
على مستقبل مليء بالطموح، مستقبل مليء بالتكنولوجيا، بالتطور لكلا الشعبين، وهذا ما تسعى له هذه الزيارة، زيارة الدولة. صحيح صحيح، هذا مهم جدا سيدتي، خصوصا بأن نحن الآن على يعني مقبلين على رؤية جديدة في المنطقة، ومقبلين على تصور جديد وتعاون وشراكة في المنطقة بصورة عامة لحفظ الأمن والأمن الدولي، حتى إذا كنا لا نتكلم عن الأمن الإقليمي ولكن الأمن الدولي أيضا، وهذا يحتاج إلى تعزيز الشراكة وتعزيز هذه القيم، لا سيما بأن الشعب العماني شعب محب للسلام وشعب محب للتسامح ومحب للعطاء والتعاون، ودولة الإمارات هي أساسا متبنية هذا العمل وتعمل لخدمة السلام والتسامح في العالم. وأيضا يعني المراحل القادمة في التكنولوجيا مثل ما تفضلتي سيدتي الفاضلة، ويعني الرحلات الطويلة إلى الفضاء تحتاج إلى تعاون. نعم بكل تأكيد، تعاون في شتى المجالات ورؤية مستقبلية طموحة. وفي الحديث عن الرؤية وعن المستقبل، نبدأ ونذهب مع مشاهدينا في هذه الرحلة المستقبلية والتي بدأت فيها سلطنة عمان في الأول من يناير 2021 بتنفيذ رؤيتها الطموحة عمان 2040، وقد نصت الأوامر السامية من المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله تراها على إعداد الرؤية المستقبلية لعمان 2040، وبلورتها وصياغتها بإتقان ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة. بدأت سلطنة عمان في الأول من يناير 2021 بتنفيذ رؤيتها الطموحة عمان 2040، وقد نصت الأوامر السامية من المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه على إعداد الرؤية المستقبلية لعمان 2040 وبلورتها وصياغتها بإتقان ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، حيث ترتكز الرؤية على 4 محاور أساسية هي الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي، البيئة والاستدامة. وكذلك من أبرز مؤشرات هذه الرؤية مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر الحوكمة العالمية ومؤشر الأداء البيئي وغيرها من المؤشرات، كما أنه من أبرز الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية من خلال تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته. وأيضا مشاهدينا، تعد الصحة من أبرز الأولويات لرؤية عمان 2040 من خلال نظام صحي رائد بمعايير عالمية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة، كما أن المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية هي أيضا من الأولويات وتتجسد من خلال مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته وإثراء للهوية العمانية. وكذلك مشاهدينا، الرفاه والحماية الاجتماعية من خلال حياة كريمة مستدامة للجميع وإيجاد البيئة المحفزة والمساهمات التطوعية الأهلية وبرامج دعم المرأة والشباب. كذلك القيادة والإدارة الاقتصادية هي ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل قادرة على توجيه دفة الاقتصاد الوطني. وأيضا سوق العمل والتشغيل هو الجاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية. نعم مشاهدينا، المستقبل يبدأ الآن في عمان، بيد أبنائي وبنات عمان يصاغ. إنه الشعور بالتحدي الذي يتحرك في نفوس العمانيين لرؤية توجه الخطى نحو المكانة المرموقة لعمان وأبنائها. إذن كما شاهدنا مشاهدينا مع زميلتنا الشمس قطاعات مختلفة ومتنوعة تشملها رؤية سلطنة عمان 2040 لما هو خير وتطوير ونماء للشعب العماني. نعود مع ضيفنا في الاستوديو معالي أحمد الجروان وحديثنا عن هذه العلاقات يعني المهمة جدا، العلاقة الإماراتية العمانية من خلال زيارة الدولة هذه. نتحدث عن
سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه السياسة الداعمة للسلام والاستقرار، هذه السياسة اللي هي عون للشقيق والصديق، كيف ترى أهمية هذه العلاقة الإماراتية العمانية متمثلة في زيارة الدولة هذه في حفظ السلام ونشر التسامح في المنطقة؟ نعم، في الواقع السلام هو المستقبل، وهذا ما انحازت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تعزز قيم التسامح والسلام في المنطقة وأن تنشرها لأن نبني مستقبل واعد. وهذا أيضا ما ارتأه الأشقاء في سلطنة عمان، وخصوصا في عهد المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد. هناك زيارات إقليمية سياسية مهمة جدا، نعم، استراتيجية عملت على تأسيس لرؤية داعمة للسلام والتعاون ونشر قيم الشراكة في المنطقة. نحن في المنطقة، في منطقتنا في الشرق الأوسط، لدينا شركاء كثر، ولا بد أن نعمل مع هؤلاء الشركاء لأن تكون هناك قاعدة أساسية للسلام نبني عليه. لا تستطيع أن تبني السلام بمفردك ولديك يعني بؤر غير بؤر أزمات، خلينا نقول. لذلك رؤية السلطنة في عهد المغفور لابن الله قابوس، السلطان قابوس بن سعيد، وأيضا جلالة الملك حفظه الله جلالة الملك هيثم، بأن نعمل للسلام والتسامح، وهذه رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صانع السلام ورجل السلام مع الأشقاء الداعمين للسلام، هذه كلها يعني تهيئ أو تعطي إلى 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 شراكة قوية جدا استراتيجية، ليست فقط من 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 مصدر واحد ولكن من عدة مصادر تمشي إلى نفس الاتجاه، اتجاه يدعم الاستقرار، يدعم التعاون في المنطقة، ويفتح الآفاق لكل الشركاء، كل شركائنا الإيجابيين الذين لديهم نظرة تتطابق مع نظرة دولة الإمارات ونظرة سلطنة عمان ونظرة الشرفاء بصورة عامة، لأن نبني إلى أمن وأمان للمستقبل ونؤسس للأجيال القادمة. بالفعل. دولة الإمارات وسلطنة عمان والشركاء لا يبنوا لمستقبلهم الحالي أو الوقتي، ولكن نبني لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة والمحافظة على مقدرات الدول. لذلك انطبقت أو تطابقت رؤية القيادتين الحكيمتين في ملف السلام وملف التسامح مع شركائنا في المنطقة، لأن تكون هناك رؤية ثاقبة يتم تكون مؤثرة أكثر من أن تكون بمفردك يعني تجدف في 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 بحر يحتاج إلى شركاء. التعاون مهم، ودعم لبيئة واستقرار المنطقة والأمن والسلام، هي يعني خلينا نقدر نقول أن السلام هو البيئة الخصبة للتميز، للتطور، للنجاح، أحسن، لمستقبل أفضل لهذه العلاقات بكل تأكيد. مشاهدينا، العلاقات الإماراتية العمانية تتميز بالتفاهمات المشتركة القائمة على تبادل الرؤى كما ذكرنا. نستعرض في هذه المقابلة مع الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة أوجه هذا التعاون البناء. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع سعادة السفير الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، للحديث حول العلاقات الأخوية الإماراتية العمانية التي تمتد لتاريخ طويل من الروابط الثقافية والاجتماعية، وكذلك إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون أيضا في كثير من المجالات. أهلا بك سعادة السفير معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم الأخ محمد في سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، وسعيد جدا بالحديث معكم عن هذه الزيارة المهمة. نعم سعادة السفير، نعلم جميعا بأن دولة الإمارات وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات أخوية متينة. اليوم نحن أيضا ننظر للمستقبل في هذه العلاقات، كيف ترى مستقبل العلاقات الإماراتية العمانية
بعد هذه الزيارة وأيضا في ظل توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين؟ العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت على الدوام علاقات طيبة راسخة وعميقة ومتجذرة في وجدان أبناء البلدين الشقيقين، وهذه الزيارة ما في شك أنها تفتح صفحة جدا مهمة ودفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين. زيارة سمو الشيخ محمد والوفد المرافق له طبعا ستكون زيارة دولة، وهي زيارة مهمة جدا، وبلا شك يعني ستتمخض عنها كثير من النتائج الطيبة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. دولة الإمارات طبعا يعني نموذج تنموي رائد في المنطقة العربية، وسلطنة عمان أيضا دولة جارة وبها كثير من يعني المصادر الطبيعية، وبالتالي بإمكان البلدين الشقيقين أن يتشاركوا ويتكاملوا مع بعضهم بعض لكل ما فيه مصلحة البلدين والمنفعة المتبادلة لهم جميعا. ما في شك هذه الزيارة تفتح آفاق جديدة سواء في الجوانب الاقتصادية وفي الجوانب الثقافية في جوانب التبادل المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين. بلا شك هذه الزيارة كما ذكرت سعادتك هي زيارة مهمة. في الجانب العماني كيف ينظرون يعني لهذه الزيارة في عمان؟ طبعا هذه مثل ما ذكرت لكم هذه زيارة الدولة، وبالتالي هي تعتبر من الزيارات، زيارات الدولة كالعادة هي زي أعلى مستويات التواصل الدبلوماسي بين الدول، وبالتالي نحن في عمان يعني قيادة وشعبا وحكومة أيضا يعني ينظر باهتمام كبير لهذه الزيارة، ويرحب جدا يعني بهذه الزيارة وبإخوانهم من دولة الإمارات بسمو الشيخ محمد والوفد المرافق له. ما في شك أنها يعني ستتوج أيضا بلقاء بين جلالة السلطان وصاحب السمو الشيخ محمد والوفد المرافق له، وعادة يعني اللقاءات مثل هذا المستوى وهذا النوع لها نتائج طيبة جدا على العلاقات بين البلدين وتعطي دفعة قوية لهذه العلاقات، وهذا ما نأمل إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. أيضا سعادة السفير هناك وجه آخر للعلاقات بين البلدين، وهو أيضا جانب مهم من شكل العلاقة الخاص الإماراتية العمانية، وهي الروابط الثقافية الروابط الاجتماعية المشتركة بين البلدين الشقيقين. ما هي أبرز ملامح هذه الروابط سعادة السفير؟ طبعا البلدين يجمعهم تاريخ مشترك وقرب جغرافي، وبالتالي دائما مثل هذا النوع من الترابط يخلق نوع من الألفة، نوع من المودة، نوع من التشارك في الموروث الثقافي، في الموروث الشعبي، في حتى في الأدب وفي الثقافة وفي العلم. فما يجمع البلدين يعني من نواحي اجتماعية وثقافية كبير جدا، في تآلف، في مودة، في أخوة، في تواصل أسري وعائلي، وهذا من أكبر الروابط اللي تجمع بين بلدين وبين شعبين شقيقين. هذا ما في شك أن العلاقة بين عمان ودولة الإمارات دائما علاقة خاصة ومتميزة، وظلت على الدوام بهذا المستوى، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يديم هذه المودة وهذه المحبة إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. سعادة السفير هناك أيضا تعاون اقتصادي واستثماري في الفترة السابقة، عمل البلدين على تعزيز هذا الجانب من خلال بعض النماذج من المشاريع الرائدة لشركات إماراتية في سلطنة عمان، وأيضا من الجانب الآخر لشركات عمانية هنا في دولة الإمارات. لو نتحدث عن أبرز ملامح هذا التعاون خلال الفترة الماضية. طبعا التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة كبير جدا، وظلت دولة الإمارات في مستوى صدارة يعني المصدرين لسلطنة عمان، وأيضا سلطنة عمان الإمارات أيضا في صدارة الموردين لسلطنة عمان، وبالتوالي التبادل التجاري بين سلطنة عمان طوال العقود الخمسة الماضية كان في صدارة تعاملات السلطنة الخارجية، وظل على هذا المستوى حتى خلال فترة كورونا. لاحظنا أنه خلال عام 2020 إلى 2021 كان في نمو
بالرغم يعني من الركود الاقتصادي اللي عم كثير من دول العالم، إلا أنه بالنسبة للتبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة الإمارات كان في ارتفاع، وهذا مؤشر يعني على مستوى الاعتمادية ومستوى التبادل التجاري القائم بين البلدين. طبعا خلال السنوات الماضية أيضا والعقود الماضية كان في استثمارات إماراتية متعددة في عمان، وفي جوانب كثيرة، جوانب اقتصادية، سياحية، جوانب استثمارية في مجالات التجزئة مثلا، في مجال الصناعات التحويلية، حتى في موضوع الطاقة المتجددة في مشاريع لدولة الإمارات. أيضا في الجانب الآخر من الجانب العماني استثمارات متعددة أيضا هنا في السوق الإماراتي، ففي تبادل يعني استثمارات متبادلة، ولكن نطمح إن شاء الله في المستقبل القادم لما هو أعلى وأكبر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. سعادة السفير الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة. شكرا جزيلا لكم، وفرصة سعيدة التقي بكم، وأعطينا المشاهدين فرصة عن العلاقة بين البلدين. شكرا جزيلا سعادة السفير. شكرا. والشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء. إذن كما شهدنا مشاهدينا في هذا اللقاء قوة ومتانة هذه العلاقات الإماراتية العمانية ومعاليك. ونستكمل هذا الحديث بأهمية هذه الزيارة، زيارة دولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلطنة عمان الشقيقة. كيف ترى هذه الزيارة ودعمها للعمل الخليجي المشترك؟ نعم، شكرا على هذا السؤال أختي أميرة. في الواقع استمرارية العمل ووضع إضافات إيجابية على أساس متين أسس لها القادة المؤسسون للمجلس التعاون الخليجي مهم جدا، وهذه الزيارات تدعم هذا الكيان المتميز المهم جدا، وخصوصا بأن هذه الدول مرتبطة بحدود مشتركة وبكثير من العوامل لا تعد من العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن التميز الأكثر هنا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مهم جدا، وليس بكل الدول المشتركة بالحدود أن تستطيع أن تؤسس مثل هذا الكيان، كيان مجلس التعاون الخليجي. نعم. الذي أصبح يعني منصة عالمية يرجع إليها العالم لأخذ الرأي، خصوصا في الأزمات التي مرت على العالم، إذا كنا نتكلم عن جائحة كورونا أو نتكلم عن الأزمات الاقتصادية، دور مجلس التعاون مهم جدا وكان مؤثر. لذلك رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لي وضع الإضافات المتميزة وبناء البناء على الأرضية التي تم تأسيس لها، هذا مهم جدا، وهذه الزيارات تدعم هذه النظرية من خلال الشراكة في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والطاقة المتجددة وكل العوامل هذه، يعني تضيف إضافات لعمل ورؤية مجلس التعاون الخليجي. نعم، إذن ترى معاليك أن هذه الزيارة ستأخذ العلاقات الإماراتية العمانية إلى رؤية تنموية مستقبلية طموحة لكلا البلدين قيادتهما وشعبيهما. لا شك، خصوصا أن الأرضية القوية موجودة صلبة أسس لها القادة المؤسسون، وأيضا الشعبين الشقيقين، الشعب العماني والشعب الإماراتي، الشعب يعمل بلحمة واحدة، فهذه الزيارة تضيف إضافات وتعزز هذه الشراكة وتبني عليها، وإن شاء الله أن سنسمع يعني ما من الأخبار الجيدة التي يعني تنتج عنها الزيارة، وبدايتها واضحة بأن الزيارة زيارة متميزة، زيارة أخوية، زيارة ينتظرها الطرفين لأن تعطي الأكثر
وهناك مجالات واسعة للتعاون بين الطرفين. نعم بالفعل هي مجالات واسعة ومتنوعة، يعني نتطلع إلى الاتفاقيات التي ستجرى بين البلدين في كافة المجالات المختلفة، كما ذكرت عندنا التجارة، عندنا السياحة، عندنا الطاقة المتجددة، عندنا التكنولوجيا، المستقبل بما فيه هذا المستقبل الذي ينتظره الشعبين، والقوى البشرية أيضا سيدتي الفاضلة بين الشعبين. هذه قوة هائلة، الشعب الإماراتي والشعب العماني في اللحمة ممكن أن تعطي أشياء إيجابية كثيرة جدا. يعني مثل ماذا ترى؟ خصوصا في الرؤية المستقبلية للبلدين، إذا كنا نتكلم عن الفضاء أو كنا نتكلم عن السلام والتسامح، إذا كنا نتكلم عن الطاقة المتجددة، هذه كلها تحتاج إلى عقول وتحتاج إلى طاقة بشرية وتحتاج إلى كوادر تدعم الرؤية الأساسية. لا ليس بالكافي أن تكون هناك رؤية وتكون في الملفات، لابد من يعمل على تفعيل هذه الرؤى، ولابد على من يعمل على يعني المضي بهذه الرؤى إلى الآفاق. القيادات نعم. سوف توفر كل الإمكانيات من دعم لوجستي، دعم مادي، دعم معنوي، كل شيء، ولكن لابد أن تكون هناك قوة بشرية تعمل لهذا. والشعب الإماراتي والشعب العماني نعم. أثبت في 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 فترة وجيزة جدا وصلنا إلى الفضاء سيدتي الفاضلة، ولله ونتمنى للجميع ونترقب بالفعل مستقبل طموح. نشكرك جزيل الشكر معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على وجودك معنا في هذه التغطية الخاصة، كل الشكر لك. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة لزيارة دولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى سلطنة عمان. هذه الزيارة التي بإذن الله ستتوج بالكثير من الاتفاقيات والكثير من التعاونات والتفاصيل التي سنطلعكم عليها لحظة بلحظة عبر تغطيتنا المباشرة مع شبكة من الزملاء المراسلين، سواء كان في سلطنة عمان أو في استوديوهات أبوظبي. كونوا معنا لتشهدوا هذه الزيارة التاريخية، هذه زيارة دولة، وهذه العلاقات القوية المتينة، العلاقة الإماراتية العمانية. نشكر لكم حضوركم ومتابعتكم، وتابعونا اليوم مرة أخرى طبعا في هذه التغطية الخاصة من بعد نشرة الثالثة، متواصلون معكم. دمتم في حفظ الله.